الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الموتور تراكس وقلنا البيراميدال والاكسترا بيراميدال وفهمنا سبب تسميه البيراميدال تراك، وقلنا البيراميدال تراك ده هو تلات تراكس مع بعض، كورتيكو نيوكلير، كورتيكو بامبر، كورتيكو سباينال. كورتيكو سباينال قلنا 80% كراس وينزل على الديستال ماسلز و 15% اسمه فنترال كورتيكو سباينال وكراس عند اخر ليفل في السباينال كور و 5% ان كراس، وفهمنا اهميه كل واحد. التراك ده اسمه اكسترا بيراميد، واضح من الاسم انه ما بيعديش على النظام او ما يعني ما بيعديش على الجزء الهرمي في النظام، لا هو بينزل على المظله بس ما بيوصلش للبيراميدال فايت. فانا دلوقتي هرسم مربع وهكتب عليه اريا 6، وتعالوا نشوف الملاحظات بتاعتنا. اللي فاتت البيراميدال تراك كان بدا من ثلاث اماكن، اريا 4 واريا 6 وسنسوري كورتكس اريا 1. اما اريا 6 هنا قالت انا هاخد سكه اضافيه، يبقى اريا 6 ليها 2 تراكس. اريا 6 قالت انا هبعت الاشارات بتاعتي الى بيزل جانبيه، نيوكلياي موجوده تحت الكورتكس. وفاكرين لما شرحت اريا 6 قبل كده قلت لكم ان ليها علاقه بالاوتوماتيك موفمنتس، وقلنا ان البيزل جانبيه هو مخزن الحركات الاوتوماتيك زي القرايه كتابة الكلام، فدايما الكونكشن لازم تكون فاهم. طب نكمل كلامنا. بيزل جانبي قالت ايه بقى؟ قالت انا هوسع السيجنال الى كذا مكان. بصوا بقى ركزوا معايا، اماكن كتير، والاماكن اللي عاملها بالاسهم دي هي البرين ستام، يعني البرين ستام في 100 برين بونز مدار. حلو، مين اللي في ال 100 برين اللي هتبعتي له اشاره؟ قالت الراد نيوكليس ده موجود في الميد برين. حلو، وهتبعتي لمين كمان؟ قالت انا هبعت اشارات الى الريتيكولار فورميشن. والريتيكولار فورميشن جزء منها موجود في البونس والجزء الثاني موجود في المضله. انا بعرفك الاول على الاماكن اللي هيتم توزيع الاشارات اليها، وبعد كده نتكلم بتفاصيل. طب وتوزع كمان فين؟ قالت هوزع في الفيستيبولر نيوكليس اللي موجوده في المضله. يبقى لغايه دلوقتي المضله اتقالت مرتين. وعشان ما ننساش ال 100 برين كمان في مكان اسمه تاك تم اوف ذا ميد برين، اللي هو الخيمه او سقف الميد برين. يعني ايه بعتت في الميد برين لمكانين؟ راد نيوكليس وتكت. بعتت للمظله في مكانين هما الفيستيبولار نيوكليس والشبكه اللي اسمها ريتيكولار فورميشن، وكمان هتبعت للانفيريور اوليفر نيوكليس اللي موجوده برضه في المظله. يعني واضح ان المضله اتكررت ثلاث مرات على البورد، هنبعت لها اشارات، والميد برين اثنين والبونز واحد. دول البرين ستام اللي احنا هنشغل النيوكلياي اللي فيهم. سؤال مهم، انت كل واحده من دول نازله على ايه؟ انتيريور هورن سيل، يعني ريد نيوكليس تشغل الانتيريور هورن سيل. البونز هينزل منها سيجنال على الانتيريور هورن سيل اللي في المضله، يعني كلهم هيشغلوا مجموعه انتيريور هورن سيلز ويشغلوا مجموعه ماسلز. ايه اللي لازم نعرفه في التراكتات دي؟ يعني انت كده هتشرح كام تراكت؟ من تكتم هقول تو تراكتس عشان نعد، والريد نيوكليس هقول تراكت، وهنا هقول واحد وواحد، وهنا واحد وهنا واحد. يبقى انا هتكلم على سبعه تراكس، اثنين وادي خمسه، سبعه تراكس. اي تراكت من دول لازم تجاوب لي على خمس نقط. كل تراك، ودي قاعده هنبروزها دلوقتي.
بتاعته ايه؟ الرابعه. بصوا بقى دي النقطه المهمه، لو حصل ليجن وقطع. والنقطه الخامسه، نوع الامبلس اللي نازله من التراك. يبقى نقول تاني، كل تراك لازم تعرف بقدر الامكان بدايته نهايته، نوع الامبلس اللي نازله في الاعصاب الفا ولا جانا، هتفرق معانا بعدين، فانكشن يشغل انهي مصل، ولو حصل قطع يبان على عيان ايه. طيب نبتدي بداية بالريد نيوكليس اللي في الميمبرين. قلنا لها انتي اوريجين ايه؟ قالت ريد نيوكليس. طب والنهاية؟ سباينال كورد انتيريور هورن سيل. لغاية دلوقتي الكلام مبدئي، بس اسم التراكت ايه؟ ريد اسمها باللاتيني روبرو، يبقى روبرو سباينال تراكت، ده اسم التراكت. يبقى انا قلت فيها دول اول اثنين، يهمني بقى الفانكشن. الريد نيوكليس قلناها في فيديو الاسترتش ريفلكس قبل كده، فاكرين لما رسمنا جدول وقلنا ان في سنترز بتزود التون وسنترز تقلل التون، اللي بيقلل التون كانت من ضمنها ريد نيوكليس. يبقى الفانكشن بتاعتها بتاعت الريد نيوكليس ايه؟ واحد، ديكريز التون. هتقول لي ديكريز التون بتاعت مين؟ اوف اكستنسورز ماسلز. يعني ايه ما بتشغلش الاكستنسور؟ ما بتخليكش تفرد صوابعك. يبقى بالعكس بتشغل مين؟ بتزود التون اوف فليكسز. قالت انا هخليك تشغل الفليكس. سالناها سؤال، انهي فليكسور؟ يعني انت تساعد ان انا صوابعي تنتهي وامسك القلم؟ قالت اساعدك بس مش انا الاساس. الاساس هو اريا فور اللي قلناه، لاترال كورتيكو سباينال تراكت. امال انت الاساس في انهي فليكشر؟ بص بقى زوم عليا كده، لما تمسك حاجه بقبضه ايدك كده انت مشغل جوينتس كتيره. قالت انا بعمل فليكشن اه بس مش فاين، انا مش ببني صباعي جوينت واحده، انا بساعد ان انا ابني اكتر من جوينت. يبقى الفايده المهمه ليها ايه بقى؟ كرود فليكشن، يعني فليكشن اوف ميني جوينتس. طيب امال الفليكشن اوف ديستال جوينتس بس انت فرنجيا بس وانا بمسك القلم؟ قالت لا، انا ويك alternative، انا بديل ضعيف لاريا 4، ودي قلناها الفيديو اللي فات. اريا 4 هي اللي بتشغل الديستال لمب ماسلز باللاترال كورتيكو سباينال تراك. اذا اريا 4 باظت انا ما اقدرش اعمل شغلها، لكن اقدر اعمل ايه؟ كروت فلاشن. وده سؤال بيتسال في الشغل، يقول لك اريا 4 باظت تقدر تعمل ريست فليكشن؟ اقول له اه، لان الريد نيوكليس شغال. مين اللي بيشغلها؟ بيزا الجنب. طب ومين اللي بيشغله؟ اريا 6. يعني لو اريا 4 باظت لاترال كورتيكو سباينال تراكت، وايه يعني؟ انا عندي سكه بديله زي العربيه، عجله باظت، طب انا عندي ستيب، ايه السكه البديله؟ اريا 6. قالت انا بقى ساعد اريا 4 اه، بس لو باظت اريا 4 انا ليا تراكت خاص بيا، انا مستقله بذاتي، انا ابعت البيزا الجانب، والبيزا الجانب هيشغل الريد نيوكليس اللي موجوده في الميد برين. وايه يعني؟ هتقدر تعمل ريست فلاكشن. طب دي مفيش مشكله، في فايده خمسه للريد نيوكليس؟ الاجابه اه، ليها فايده مع السيريبيلوم. مش هنقولها في هذا الفيديو، لان السيريبيلوم ده حوار جامد جدا واخر فيديو في الموتور السنه دي، فمش هنتكلم على علاقته بالسيريبيلوم دلوقتي. يبقى لغايه دلوقتي انا قلت اوريجن والنهايه وقلت الفوائد بتاعته. طيب انا عايز اتكلم عن نوع الامبلس. يعني ايه نوع الامبلس؟ الريد نيوكليس دي يا جماعه لو رسمناها كده، دي موجوده في الميد برين، ونتخيل ان فوق في اريا 6، ونعملها بلوت
ستة بتشغل الراديوز عن طريق بيسال جانبي وده الميد لاين بتاعنا تمام. الفايبرز بتعمل ايه؟ كروسنج للناحية التانية. حد ملاحظ حاجة؟ ان الريد نيوكليس الفايبرز اللي خارجة منه عدت الميد لاين عشان تشتغل مع اللاترال كورتيكو سباينال تراك اللي قلناه الفيديو اللي فات. ما هو اللاترال كورتيكو سباينال كان بيعمل كروس، قالت انا بساعدك في الفاين موفمنت بس مش اساسي. السؤال بقى نتخيل هي نازله على الانتيريور هورنسن بتنزل اي نوع من الاشارات؟ الفا. ليه الكلام ده يفرق معانا في ايه؟ فيما بعد هقول لك لو التراك اتقطع تتوقع ايه اللي هيحصل في العيان؟ التون يزيد ولا يقل؟ طب الامبرس اللي راح للعضلات تبقى اكتر يضحى الفا ولا جاب؟ هتقول طيب وانت كتبت الفا امبرس في الاعصاب على اساس ايه؟ لا دي تتحفظ، مفيش كتاب في العالم قال امتى التراك ينزل الفا او جاب. ده نوع الاشارات الحركيه ما اتقالتش بس لقوا ان اساسها مين؟ الفا. نيجي لاخر نقطه ليشن. بصوا انا هعمل حركه دلوقتي بالخط الازرق اهو، قطعت تحت الريد نيوكليس يبقى حصل ايه بالعقل؟ تقولي بالعقل الانتيريور هور سيل ده ما اشتغلش. طب هو ده بيشغل اي ماسلز؟ الفلكسورز اللي انا قلتها رقم 2، انا بشغل الفلكسور ماسل. فاذا حصل قطع تحت الريد نيوكليس الفلكسور ماسلز للعقل مش هتشتغل. امال مين اللي هيشتغل بالعكس؟ لان الريد نيوكليس كان بيقلل كونتراكشن اوف اكستنسور ماسل. اذا باظ يحدث العكس فالعيان يجراله ايه؟ بصوا بقى عليا همثلها لكم وعشان تشوفوها اهي. العيان يبقى واقف كده عنده اكستنشن في ايديه فظيع، مش ان انا عامل كده وايديا فيها جزء مادي، انا واقف كده عادي وده سوينجنج او متمرجح، لا بصوا ده ايديه بصوا اهي راجعه لورا وبيبقى عامل كده وبيسموها ريجيديتي. ريجيد يعني مخشن، التون فيه زايد. طب انت قطعت تحت مين؟ الريد نيوكليس. يعني انت فصلت الكورتكس اللي فوق يا جماعه ده الهاير، فصلته عن الانتيريور هورن سيل فسموا الليجن بيس دي سيرب ريت ريجيديتي. ده مهم جدا. كلمة دي اي يعني ريموفال، مش قصدي ريموفال قطعنا السريبرال كورتكس ولاميناه، لا فصلنا اللي فوق عن الماسلز اللي تحت. وادي مكان القطع مكان ايديا فصلت ادى الى ايه؟ يعني ريجيديتي طول زاد فانهي ماسلز؟ اكستنسور ماسلز. الكلام ده في غاية الأهمية، هتتسأل في الكلام ده في إشارة. خلصنا الريد نيوكليس، نتكلم عن التكتم أوف ميد برين. التكتم لو مذاكرين أناتومي هتلاقوا فيه نوعين من النيوكلياي جوه التكتم. واحد اسمه سوبيريور كوليكولس والتاني اسمه انفيريور كوليكولس. ايه الفرق بين الاثنين؟ سوبيريور يا جماعه هو المسؤول عن الفيجن عن الرؤيه، اما الانفيريور هو السنتر اوف هيرنج السمع. يعني ايه مش فاهم؟ لما هتدخل في السبيشال سنس في الترم الثاني هتعرفوا ان الفيجن ليه باس واي عشان تشوف. القصه مش اوبتيك نيرف عصب البصر شاف، هيبعت الاشارات لمين؟ سوبيريور كوليكولس. عشان الكلام يبقى واضح، عارفين السوبيريور كوليكولس دي لولاها كنت انت كبشر فقدت قيمه التواصل مع الناس. يعني انا واقف اهو عامل جهد، لو انا عايز احرك راسي وعينيا ناحيه اوبجكت معين انا محتاج سوبيريور كوليكولس.
ناحية ضوء، ناحية حاجة، يبقى turn the head towards the object. ودي في منتهى الأهمية. طب الـ inferior colliculus دوره إيه؟ دوره إن يخليك تحرك راسك ناحية الصوت. مسؤول عن الصوت. واحد بيكلمني بيرد عليا، أبص وأشوف ده مين. معدي الشارع ومش واخد بالي إن في عربية ورايا بصوت الكلاكس، أنا بجري عشان أبعد لها مكان. يعني الـ inferior والـ superior colliculus مهم to face danger. اتسمى الـ superior colliculus إيه بقى؟ visu spinal reflex. ودي مهمة أوي. visu يعني visual بتاع الرؤية. طب ليه سموها spinal؟ لأنه هينزل منها تراك للأنتيريور بورن سيل. طب الانفيريور كوليكولاس سموها اوديو لأنه خاص للسمع، اوديو سبايرال. بأمانة في الكتاب ما مشيش بالخطوات دي، يعني ما قاليش نوع الامبولس ايه، ما قاليش ليجن ايه، دايما تلاقوا الخمسة دول هيطبقوا على تراكس معينة من السبعة، مش قاعدة عامة على الكل. يبقى كده صح على التكتم وادي النيوكلياس. نتكلم بقى على الريتيكولار فورميشن اللي هي بونز ومضرب، وعايزكم تتخيلوا اللي هعمله. همسح واسع لنفسي لان الجزء القادم مهم جدا. يا جماعه الريتيكولار فورميشن هي شبكه طويله جدا في البرين ستيم. اهي ادي الشبكه بتاعتي في البرين ستيم، واخده من بدايه الميد برين فوق للمظله تحت. بصوا بقى الشبكه دي يهمني اتكلم على وجودها في مكانين، في البونز ووجودها في المظله، ونعمل المظله بلون تاني. بصوا بقى الشبكه دي لازم هتستخدم الاشارات منين؟ تقول لي الكورتكس، موتور كورتكس بينزل منه ديستاندنج فايبرز الى البرين ستيم. مين برين بونز مضل؟ يعني يا دكتور لازم دي هتشتغل ولازم ده يشتغل. بصوا بقى الريتيكولار فورميشن اللي في البونز قلنا له ايه دوره؟ قال انا دوري ان انا بنزل تراك على الانتيريور هورن سيل، اعمل لها ايه؟ ملبون تاني ستيميوليشن. انا اللي بشغل الانتيريور هورن سيل. قلنا له انهي عضلات هتشغلها؟ انا هشغل الانتي جرافيتي ماسلز اللي هم فلكسور بتاع الابر لين واكستنسور اوف ذا لور، عضلات الدواليه الجسديه. اما المظله قلنا لها طب انت ايه دورك؟ قالت انا العكس، انا اللي انهبت الانتيريور هورن سيل بتاعه الانتي جرافيتي ماسل. وكأن ربنا بيعمل، مش كأن حاشا لله، هو عمل كفة ميزان متعادلة. اللي بيشغل المسلز دي قد اللي بيوقفها، فاعمل علامة تساوي. يا جماعة احنا الاتنين قد بعض، بدليل الكونتراكشن اللي عندنا في عضلاتنا، لا هو زايد قوي ولا هو قليل قوي. يبقى انت رديت على ايه؟ اوريجن بونز، اوريجن مضرب. انت anterior horn cell، شايفين كل القواعد؟ رديت على الفانكشن، ده يشغل الانتي جرافيتي وده العكس. طب نوع الامبلس اساسها ايه؟ جاما امبلس. نوع الكهرباء اللي ماشيه في الاعصاب جاما. فاكرين الاسترتش ريفلكس لما شرحته؟ قلت الكورتكس بينزل كهرباء طول الوقت اسمها جاما ستاتيك، الثابتة اللي كانت بتعمل كونتراكشن للبريفرال بارت اوف الماسل سبيند النيوكلير تشين. والحوار ده هترجعوا له بعدين. طب ده جاب طول الوقت بيلعب جاب. السؤال بقى مهم، مين فيهم يعتمد على الكورتكس؟ المظلة فقط تعتمد على الكورتكس. هتقولوا لي ايه الكلام الغريب اللي انت كاتبه على البورد ده؟ عايز اقول لك ان الريتيكولار فورميشن بتاعه البونز تقدر تشتغل لوحدها لو السكه دي اتقطعت. اذا تقدر تشتغل لوحدها استنى يا دكتور،
ده بيفكرنا بالهارت في بيس ميكر، فاكرينه؟ لو انت قطعت السيمباثيك انا كده كده شغال، مش هشتغل اسرع قوي بس شغال. عشان كده الكتاب جه على البونز وقال فيها كلمه جميله، انترنسك اكتيفيتي، انترنسك ذاتيه، اقدر اشتغل لوحدي. معنى الكلام ده يوصلنا العنوان اللي حصل قطع، مين هيشتغل فقط؟ البونز. اما النظام قالت لا، انتوا لو قطعتوا التراك انا مش هقدر اشتغل، انا اسفه. طب تعالوا نتابع، طالما النظام ما اشتغلتش يبقى ما عملتش ايه؟ انهبيشن للانتيريور هورن سيل، الكلام ده ما حصلش، يبقى مين شغال بس؟ اللي بيزود التول. فيحصل في العيان ده ايه؟ هايبرتونيا، تون زايد، كونتراكشن زايد، زايد في المسلز في الانتي جرافيتي اللي بيشغلها، بس المره دي هيشغلها بزياده. طيب نوع الانبلس ايه؟ جانا، عشان كده سموا المرض باسم جانا. بصوا اللي جايه سباستيسيتي، ودي مهمه جدا، وعايز اعمل زوم في كلمتين، سباستيسيتي وريجيديتي. ايه الفرق؟ لو فتحت القاموس الاثنين نفس المعنى، ريجيديتي التون زاد مخشب، سباستيك برضه التون زاد مخشب والعضلات مشدوده. ايه الفرق بين الاثنين؟ هنعمل جدول مقارنه بينهم في العمل، وهقول لك حسب نوع المصل، وهنتكلم على التست، موضوع رائع جدا. بس هي الفكره لازم كل تراك زي ما قلنا تتكلم على اوريجن واند ونوع الايبرس اللي نازله في التراك، فانكشن شغل انهي ماسلز، والخمسه ليجن سميتها. طبعا الليجن ده بيراميدال تراك ليجن، انت قاطع السكه اللي نازله من الكوركس، الكلام اللي هنقوله في فيديو الليجن. ناقص لنا بقى نقطتين في ستيبولر وانفيريور وليفر نيوكس، بس قبل ما اجيلهم في نقطه مضايقه الطلبه كل سنه، يقول لك ايه في الكتاب؟ ريتيكولار فورميشن ان ذا ميدل ريسيف سيجنال فروم، ويرص لك اسامي من غير ما تحس. الريتيكولار فورميشن اللي في الميدل بتعمل ايه على التون؟ بتقلله، شيء طبيعي للعقل. مين اللي يشغلها؟ الاماكن اللي في الكورتكس اللي اعلى منها اللي بتعمل نفس شغلها. دايما الطيور على اشكالها طبعا. انت بتقلل تون يبقى مين اللي يشغلها؟ اللي بيعمل زيك. عشان كده بقى عايزكم تتخيلوا ده الريتيكولار فورميشن اللي في المظلة اللي هيشغله الاماكن التانيه. اريا 6، طب ما هو بتقلل التون، وده في الموتور كورتكس. باليو سيريبيلا، باليو ده اللي بيقلل التون. جدول المقارنه بين الفاسيليتاتي والانهبيتوري ستراكش ريفلكس، ومين كمان؟ ريد نيوكلس. قالت له انا فوقك في الميد برين، انا بقلل التون زيك، فالتلات اسهم يشغلوا الريتيكولار فورميشن، لان نهايتنا واحده، هنقلل التون، والعكس ريتيكولار فورميشن امبولس. نيجي للفيستيبولار نيوكلس، نازل منه فيستيبولو سباينال تراك. المهم بقى ده يشغل انهي ماسلز؟ الترانك والبروكسيمال ماسلز والانتي جرافيتي ماسلز. يبقى انا قلت الفانكشن. طب السؤال، نوع الامبولس اللي نازله منه ايه؟ الفا. يبقى اذا احنا لاحظنا حاجه في الفيديو ده، اللي بينزل الفا امبلس كانوا اتنين، فيستيبولار نيوكليس وراد نيوكليس، واللي نزل الجاما اساسا كان الريتيكولار فورميشن بونز وميدل، ما فيهاش اي مشكله. كتب الاناتومي تقول لك فيستيبولار نيوكليس تو تريكس ميديال ولا تفرق.
بتفرقش معانا كتير. inferior وليفر نيوكس ده على فكرة هو اللي هيبعت البروبيوسبشن الى السربلوم. تذكروا هذا النيوكس شبه الزتونة ألف موجود في المدرج. انا متصل بالسربلوم وهنعرف ازاي في فيديو السربلوم، والتراك بتاعه بينزل على السيرفايكال سيجمنت. يبقى دلوقتي اللي انا قلته ايه في الاكسترا بيراميدال تراك؟ سبعه تراكس، اثنين من التكرا سوبيريور وانفيريور، هتعدوا معايا، واحد من الريد نيوكليس برضه ميد برين، اثنين من الريتيكولار فورميشن بونز ومضله، الثالث فيستيبولار نيوكليس من المضله، السابع انفيريور وليفر نيوكليس، والسبعه تراكس لازم اكون حاطط في دماغي اوريجين واند وفانكشن تايب اوف امبلس وليجن. ناقص هذا الفيديو ده تلات عناوين. ايه فايده الاكسترا بيراميدال تراك؟ ودي انا مش هقولها. طب ليه يا دكتور مش هقولها؟ لان هو بدات من اريا 6 وعملنا فيديو قبل كده موتور كورتكس فوائد اريا 6 هفكرك بيها. اي فايدة في الموتور لازم تجاوب على ثلاث نقط. موفمنت، الاريا 6 بتشغل اي عضلات؟ هل عضلات الايد؟ لا، انت قلت بروكسيمال وقلت ترام، يبقى اول حركة جراس موفمنت وتساعد اريا 4 في الفاين موفمنت. طيب هل ليها علاقة بالتون؟ بتقلل التون، دي عارفينها انها انهيبيتور. ليها علاقه بالريفلكس؟ هايبر ريفلكس. ليها علاقه بالموتور ميموري؟ ايوه. ازاي يا جماعه؟ هي فيها ذاكره الحركه، نبدا كده في الفيديو. عايز امسك القلم ده، يبقى عشان امسكه لازم انا اكون متصل كاني يا سته بالمكان اللي يقول لي كنا بنمسك القلم ازاي. اذا كان واحنا صغيرين كنا بنتعلم ازاي نعمل حروف اجر ايه وننقطها ونعمل كده. زمان في كي جي 1 اللي هو تريس اتعلمناه، وتعلمنا ازاي نمسك القلم في الموتور ميموري، وقلنا الليجن بتاعتها المره اللي فاتت. طيب ناقص لنا في الفيديو ده عنوانين مهمين، جدولين مقارنه لازم اقول. بعد ما اتعرفنا على الموتور تريكس سواء بيراميدال او اكسترا بيراميدال، انا عايزك تفرق لي ما بين بيراميدال تريك اند اكسترا بيراميدال تريك. السؤال ده شفوي وعمل. بصوا بقى، البيراميدال تريك هحطه مع الاكسترا بيراميدال، هتكلم على نقط كتير والنقط سهله قوي. اول نقطه الاوريجن. بيراميدال تراكت ده بدا منين؟ بدا من اريا 4 اريا 6 وسوماتيك سيلز كورتكس 1، يبقى الاوريجن بتاعها كورتيكال. اما الاكسترا بيراميدال تراكت ده نزل في اماكن مش كورتيكال، ده نزل عند البيزل جنب اللي هي السب كورتيكال ستراكشر. يبقى اذا هو ايه؟ بدا من الكورتكس اريا 6 وكمان اكسترا كورتيكال اللي هي بيزل جنبي. يعني ليه تو اوريجنز؟ نيجي للنقطه الثانيه، اللوكيشن بتاع التراك. يعني ايه قصدي باللوكيشن ومكانه؟ بيراميدال من اسمه اتجمعت في بيراميدال فايبرز ان مظله، حاجه مثلث هرمي في المظله. اما الاكسترا بيراميدال من اسمه خارج المظلة، خارج المظلة البيرنت اول سايد، خارج بدليل انا اتكلمت ان في تراك في ميد برين، في شويه راحوا في البونز، في شويه في المظلة، يبقى ده اوت سايد المظلة. نيجي للنقطه الثالثه، الباس واي بتاع البيراميدال تراك نزل مباشره من الكورتكس على الانتيريور هورن سيجمنت. ايوه، في شويه عمل كروسنج وشويه لا، انا فاهم الكلام، ولكن نزل مباشره.
بيسموها ايه؟ دايركت اكتيفيشن. انا رايح لك مباشره يا انتيريور هورن سيل. انا باكسترا بيراميدال قال لك لا، ست تبعت بيزل جنب وبيزل جنب تشغل نيوكليوي كتيره في البرين ستيم اللي هيشغلوا الانتيريور هورن سيل. يعني انت اشتغلت بطريقه غير مباشره، ما نزلتش موتو فايبر على طول عليا، تبقى اذا انت اندايركت اكتيفيشن. مين الفرق الرابع؟ التراكت بتاعنا بيراميدال تراكت. هل يا ترى عصب واحد ولا اكتر من عصب؟ هتقول لي هو نيرف واحد طويل. بدا من الكورتكس، انترنال كبسول، ميد برين، بونز، مضلل، نيرف واحد. ما حصلش ساينابس في النص، يبقى اذا انت ايه كتراك؟ انا مونو نيورونال، انا وان نيرف. اما الاكسترا بيراميدال قال انا بولي نيورونال، انا متعدد الاتجاهات. بولي، وده مهم جدا لازم تكون عارف. نيجي للفرق الخامس، فكرة الكروسنج. البيراميدال كان بيعمل كروس بنسبة 80% وسميناها لاترال كورتيكو سباينال تراك. أما الإكسترا بيراميدال بيعمل كروسنج بنسبة 50%. هتقولي كروسنج، بس حضرتك لما جيت قلت وشرحت ما جبتش سيرة كروس. لا، قلت إن الريد نيوكليس كروس تو ذا اوبوزيت سايد عشان تساعد اللاترال كورتيكو سباينال تراكت. عندنا الريتيكولار فورميشن بتاع المضله هو اسمه انهيبيتوري ريتيكولار فورميشن، واسمه الاخر هو لاترال ريتيكولار فورميشن. ليه؟ لانه عمل كروس للناحيه الثانيه، كل كروس النيت لاين. اما الريتيكولار فورميشن في البونز اسمه فاسيليتاتوري، لانه بيزود التون، تمام؟ او كونتاين ريتيكولار فورميشن حسب المكان. طيب يعني في فايبرز كتيره بتعمل كروس، ريد نيوكليس وبتاع ريتيكولار فورميشن في المضله، مش بس كده، واللاترال فيستيبيولو سباينال تراك. نيجي للفرق السادس، تايم اوف فانكشن، وده مهم. انت البيراميدال تراك يشتغل عندك بعد اول سنه في حياتك، افتر ذا فيرست يير، لان قبل كده لسه التراك ده نوت مايونيت. واتفقنا ان هو بينزل من البيز سيلز اللي هي في اريا 4 اللي اساسها مايونيت، يبقى بيشتغل بعد السنه الاولى، تمام؟ اما الثاني الاكسترا بيراميدال يشتغل during and after the first year of life، اثناء وبعدها. نيجي بعد كده للنقطه السابعه، هي الفايده. فايده البيراميدال تراك كاني بسالك على فايده اريا 4. هتقولي ما البيراميدال تراك اتخرج من كذا مكان، بس اساسها اريا 4. لو قلت لك اكسترا بيراميدال اساسها اريا 6. بالمناسبه اريا 4 لها اسم اخر، برايمري موتور كورتكس. اما اريا 6 اسمها بري. يعني ايه بري؟ يعني القبل اللي قدام. هي اريا 6 قدام مين؟ قدام اريا 4، فوق في الكورتكس في الاناتومي. يبقى دي فانكشن، واذا ذكر الفانكشن يبقى وراها على طول ليش؟ ما تفكرش. انت قول لي انت بتشتغل ازاي؟ طب وراها حصل ليجن، يحصل ايه؟ والليجن ده هنرجع نقوله تاني ونكرره في فيديو الموتور ليجنز. يبقى لغايه دلوقتي انا قلت 8 نقط، اوريجن، مكان، الباسوي بتاعي، التراكت نيرف واحد ولا اكتر من نيرف، كروسنج كام في الميه، بيشتغل التراك ده امتى، والفانكشن والليجن. اخر مقارنه هتكلم عليها في الفيديو ده هو الفرق بين لاترال سيستم.
سيستم. هتقولوا يعني ايه؟ احنا اتفقنا في النهايه اللاترال سيستم هو مين؟ هو اللاترال كورتيكو سباينال تراك ومساعده الراد نيوكليس. طيب مين الميديان؟ مين اللي نزل في الميد لاين ومعداش الميد لاين؟ مين اللي نزل على نفس الناحيه؟ هو الفنترال كورتيكو سباينال تراك او ريتيكولو سباينال تراك اللي هو بتاع البونز ادي اتنين، او الميديال فيستيبيولو سباينال تراك. يبقى تاني الميديال موتور هو اللي نزل اون ذا سيم سايت وما عملش كروسنج، هو الميديال فيستيبيولو سباينال او الريتيكولو سباينال او الفنترال كورتيكو سباينال تراك. وكلمة ميديال يبقى نازل فين؟ عند الميديال نيورونز اوف انتيريور هورن سيل. طب اللاترال من اسمه؟ نزل عند اللاترال نيورونز اوف انتيريور هورن سيل. طيب ايه فايده اللاترال؟ فاين موفمنت. طب لو حصل ليجن ما اقدرش ابني صوابع لكن اقدر ابني الريست، وقلنا ليه؟ طب اقدر اعمل كروس موفمنت حركه عنيفه؟ لان الحركه العنيفه اصلها مين؟ ايه يا ست؟ اللي تراكت تاني اسمه اكسترا بيراميدال. اما ايه يا ست؟ اذا باظت مش هتقدر تعمل حركه عنيفه، ما تقدرش تشغل دلتويد او بروكسيمال مصر، ما عندكش موتور ميموري احط قلم قصادك. امسك القلم دكتور، احنا كنا بنمسكه ازاي؟ نسيت الذاكره الحركيه، ما عندكش للموتور ابريكس. ايه يا ستة؟ تقلل التون. طب لو باظت التون يزيد. تقلل الريفلكس. طب لو باظت الريفلكس يزيد. ايه يا ستة؟ بتمنع ظهور الجراس ريفلكس اللي انا قلته قبل كده، الطفل الصغير بيمسك الحاجه في ايده تاخدها منه مش هتقدر، سيبها لي مش هسيبها لك غلاسه. هو يا عيني مش غلس، هو ايه يا ستة؟ عنده لسه نوت ديفلوبت اللي بتمنع الجراس، جراس ده ريفلكس. لكن لما كبرنا وعينا ايه يا ستة؟ بقت ماتشور ونضجه. امسك حاجه وادخل الدقايق اتفضل، فبقت الامور سهله. لو باظت اريا 6 عند واحد ادلت في النهايه يظهر عنده الجراس ريفلكس تاني كانه طفل صغير. الفيديو ده باذن الله هنتكلم عن الموتور تراكس، وانا هقسم الفيديو ده الى فيديوين. الموتور تراكس عندنا بتتقسم الى بيراميدال تراك، وهتفهموا معنى الكلمه دي دلوقتي، وعندنا تراك اخر اسمه اكسترا بيراميدال تراك. احنا النهارده في الفيديو ده هنركز على البيراميدال تراك، بس في البدايه هرسم رسمه هتشوفوها في الاناتومي بشكل مبسط. ده بالنسبه لنا هو الكورتكس، واتفقنا ان الكورتكس بتاعنا الموتور فيه اريا 4 واريا اسمها اريا 6. بصوا بقى الفكره ماشيه ازاي. اي اشارات خاصه بالحركه، عايز امسك قلم، ادني دراعي، افرده، لازم تيجي السيجنال من اداره الحركه من الموتور كورتكس. يبقى البدايه اريا 4 واريا 6. اريا 4 بتساهم بنسبه 30% من الفايبرز اللي نازله، واريا 6 تساهم ب 30% كمان. دكتور يعني ايه تساهم؟ يعني انت عايز تقول ان الفايبرز اللي نازله من الكورتكس هتنزل من اكتر من مكان. اريا 4 على فكره قلناها قبل كده ان فيها سيلز اسمها بيتس سيلز نسبتها 3% جوه اريا 4. فاكرين لما قلت اريا 4 تتقسم الى ست طبقات، والست طبقات دول يتقسموا لسته فيرتيكال كولمز، وقلنا الطبقه الخامسه فيها سيل اسمها بيتس سيل، وبالمناسبه كانت مايلينيتد سيلز. كلامنا قلناه لو تفتكروا قبل كده
في فيديو الموتور كور ستايل. البيتز سيلز دي قالت انا لازم الفايبرز تنزل مني. ليه؟ انتوا عايزين سرعه في نقل التراكت لانه مفيش سرعه غير عن طريق المايلينيتد او الكوندكشن فيلوسيتي. بس نلاحظ حاجه من خلال الرسم ان 30 زائد 30 دول 60%. فين ال 40% التانيين اللي خارج منهم الفايبرز؟ المفاجاه سوماتيك سنسوري كورتكس اريا 1. وهنا دي النقطه اللي الناس هتستغرب لها. دكتور سنسوري ده احنا بنتكلم عن نقطه. هقول لك ليه؟ علشان تعمل اي فولانت ريموف انت محتاج بروبريوسبشن، محتاج احساس ان في ارض تحت رجلك. الاحساس ده بيوصل لمين؟ للسنسوري كورتكس بنسبه 40% مساهمة. عشان كده السنسوري كورتكس قالت انا بساهم معاكم في الحركه الموت، لاني لولايا لو انا ما استقبلتش بروبريوسبشن انت مش هتقدر تعمل اي موفمنت انت عايزها، مفيش اتزان. عشان كده هي شركه من ثلاثه اريا 4 واريا 6 وسنسوري كورتكس اريا 1 اللي هي 40%. عشان يحصل ايه؟ سنسوري موتور كوردينيشن، التكامل الحسي الحركي، ودي هتسمعوها كتير في المحاضرات. طيب دول الثلاثه دول نزل منهم الفايت. بصوا انا عملت ايه؟ نزل كده عامله بالظبط زي اشعاع الشمس. الفايبرز اللي خارجه من الثلاثه اسمها قصب قطع او شلل نصفي، تذكر التو تراكس والفنترال والان كروس. طيب بعد ما خلصنا ده كله عايز افكركم بسرعه وبعد كده نقول حته صغيره ونخلص الفيديو. دلوقتي الموتور تراكس اتقسم لبيراميدال واكسترا بيراميدال. البيراميدال تراك يحتوي على ثلاثه تراكس، ثلاثه كورتيكو نيوكليير اللي نزل فين؟ في الانتيريور. كورتيكو بالبر تراك اللي عدى من خلال الجنوب، والبيراميدال تراك شخصيا هو كورتيكو سباينال تراك. كده بدا من اريا 4 واريا 6 وسنس واريا 1 وعاد كورونا لاتيادا، نزل في الانتيريور تو سيرف اوف بوستيريور ليم، راح للميد برين البيس، ثم بيس اوف بونز، ثم بيه الابر بارت اوف مضل عمل البيراميد، ثم اللور، وهنا عمل كراس بنسبه 80%. جينا فوق قلنا الكراس وصل لفين؟ لللاترال نيورونز اوف الانتيريور هورن سيل وشغل الديستال ماسل فاين موف. 15% من الفايبر نزل وان كراس، لكن في مستوى السباينال كورد عملوا ساينابس مع انتر نيورون وتضمنوا مع اللاترال كورتيكو سباينال يساعدوا على الباستشر باك جراوند ان ريليشن تو فاين موفمنت. و5% والفايبر نزل ان كروس بتاع السبايراتيك والابدومينال ماسلز. السؤال المهم بقى الانتيريور هورن، انت قلت هتتكلم عنها بالتفاصيل. تخيلوا ان ده هو الانتيريور هورن والخط الازرق ده الميد لاين. ربنا قال لك ايه؟ لو في انتيريور هورن سيل هنا ميديال وفي انتيريور هورن سيل هنا لاتر. ده الفرق اللي انا عايز اقول عليه. الميديال انتيريور هورن سيل تنزل في شغل مين؟ ترانك وبروكسيمال ماسلز. طب واللاترال تشغل الديستال ماسلز، ودي مهمه وعلمونا زمان واحنا طلبه معلومه جميله. لو عايز تعمل فليكشن في صوابعك الفليكسور ماسلز، عايز الانتيريور هورن سيل تبقى مكانها فين؟ دورسال. يعني لو عايز تشغل عضله اماميه في جسمك بيبقى السيل بتاعتها في البوستيريور بارت اوف ذا انتيريور هورن. يعني دايما هقول لك ذا دورز
يشغل الفليكسور ماسل والعكس صحيح. طب عايز اشغل اكستنسور ماسل، تبقى السل بتاعتها فين؟ تبقى في الفنترال بارت اوف ذا انتيريور هون. كان ربنا بيقول لك الانتيريور هون هي النهايه، خريطه زي الخريطه بتاعت السنسوري كورتكس. الفكره ان السنس متنطوره فيها وينزل التراك على اي مكان دعك، وربنا حاشا لله كل شيء بيتعمل بنظام. يبقى دي حاجه. في حاجه تانيه عايز اقولها واركز عليها قبل ما انهي الفيديو ده، الانتيريور هورن سيل بتستقبل الاشارات من ثلاث اماكن. اول مكان خدناه في الاستريتش ريفلكس اللي هو عن طريق ال1 الفا ال1 اي او 2 نيوكليير باك او شيء، تستقبله من خلال الريفلكس تمام بتاع الاستريتش. الطريق الثاني بتستقبله من الكورتيكو سباينال تراك اللي شرحناه. الثالث انتر نيوروس، يعني الانتيريور هورن سيل بيوصل لها السيجنال من ثلاث اماكن، كورتيكو سباينال تراك انتر نيورون و ريفلكس. واتكلمنا الانتر نيورون اللي انا اتكلمت عليها دي النهارده، قلتها الفيديو اللي فات، نوعين. نوع قلناه في السنسوري اسمه رينشو سال او رينشو انتر نيورون، قلنا انهبت ذا انبوت عشان تقلل الديسشارج الزياده وتوقف الاوت تمام عشان تعمل ريسبروكال انرفيشن. كلامنا شرحناه في فيديو السنسوري. وفي انتر نيورون تاني اللي بيوصل الحركات ببعض، فاكرين الريست والقلب في ماسكه الكوبايه اللي هي بروبريو سباينال انتر نيورون. طب اخر حاجه بقى، ايه فايده البيراميدال تراكت؟ فايده البيراميدال تراكت هو بيريح كده على اريا 4 بس. فاكرين فيديو اريا 4؟ قلت اريا 4 مسؤول عن فاين موفمنت اساسا، مسؤولة انها تزود التون والريفلكس. وتعود قاعدة، اذا سألتك فانكشن في الموتور تجاوب معايا ثلاث كلمات، نوع الحركة اللي هنفذها، رقم اتنين التون والريفلكس. طب سؤال، لو باظت اريا 4 ليجن اقدر ابني صواعي؟ لا. طب سؤال، اقدر امسك حاجة كده؟ اللي جاوبهم يا دكتور ازاي؟ ما هو فليكشن اهو، هنعرفها بإذن الله في الفيديو أقوى.